السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباحكم صباحين، صباح يطرد الفقر وصباح يوفي الدين. كيف حالكم وكيف تولت عليكم؟ أنا أبوه كان يهر 4 أيام أشرخ شراخ ليل بنهار، ولا لا 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 بعد لي بعد. أنا أبوه لا قوية عادة، قوية قوية. المراد انبسطنا وعينا من الله خير في هالسير الفنان. أقولكم تحراني تحروني طاهر من ضربي من 10 سنين، في ولح على البيت، في ولح على البيت. هي والله في لا الله من يلومني، وضبي بوي هادي وضبي وضبي اللي يصير عنها بوي يوم كان سائر عنها من 100 سنة ما يشبع من شي هالدار. شيء احداث وايد اسبوع هذا، احداث ان شاء الله اليوم من انزل تحت اذا الله راد بشرح لكم بخبركم عن احداث شيء. سفره قريب الى سكوتلند، سكوتلندا ان شاء الله في اخر الشهر هذا، اول الله اذا الله جعلنا ملحقين، يمكن اظني بعد 3 أسابيع قبل رمضان يعني باسبوع. شيء سفره لندن مدتها 3 ايام بلندن سكوتلندا. وخلا وقبلها شيء احداث اسبوع هذا واسبوع الجاي، احداث وايد كبيره، ومن اهمها اهم الاحداث اهم حدث بيستوي يوم الاربعاء. يوم الاربعاء بيستوي اهم حدث فيهن، حتى اهم عن حدث اي شيء بيستوي هالشهر الطويل بكبر الجاي شهر شعبان. اهم حدث عندنا بيكون يوم الاربعاء. ننزل واتريق وحين من الله خير بسولف لكم عنه. واليوم بعد حد يقابلنا ريوق اخلاف عاد بننزل بخبركم عنه. بتكون ان شاء الله سير وايد جميله سيره سكوتلند، اخبركم بخلاف. انا ابو انت ما طعت تحتاس العود اليابس، فاقولكم نسيت شو كنت اقول. يلا خلاف بنرمس. ما عليه شامبي؟ ليش ما يقول سلام عليكم؟ ليش ما يقول سلام عليكم؟ أنا واجد زعلان. كيف حالك؟ شو أخبار؟ ما في أخبار مني منك؟ الحمد لله. زراعة زين؟ رقم واحد نخال لومي همبة كله زين؟ فلور ياسمين؟ الحمد لله بارك الله فيك. شكرا. يلا سير أنا بيك بعد شوي. شو حطي؟ يا هي يلا سر 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 كل الزراعة؟ كل الزراعة. هاي بارك الله فيك، هاي بارك الله فيك. الخير هذا المريال الثاني، هذا المريال الثاني على الضوء على ما تشوفون. بعد فيه رطوبة لازم تخوز عنها الرطوبة مرة من يصفو ويقمش. غادي هذا تشوفون التبغبيق، هذا غادي شرات القماش فوق. نشوا ابوي وحطوا الدويات، والدويات ابوي محموس اول بعد مغسول ومحموس ومطحون وزاهر. وان شاء الله ان شاء الله كم باقي تيم بعد يبالي شوي وقت، يبالي شوي وقت. اللمس اللي هني ما شاء الله هذا ما شيء تام منه 15-20 قرش. قولنا بلاكم ما تحطون حلبة في دهنة، ما نحط حلبة في الدهنة. نحطينا حلبة صار طعام الدهنة أزم حلبة ريج، لأن الحلبة تطغى على ريحة كل شيء. من نحن نحط الليلان ونحط السنوت ونحط البر نحمسه ونطحنه نهنهنه البر وندر من بعد في الدهنة كل شيء، والمقاييس حسبتي يسمونها سر الخلطه، مقاييس شيء طبيعي ما بخبر بحد. فلذلك ما نحط الحلبة، نحطيت حلبة انتي البنادم ازم اي دهنة اي شيء اي اكلة تحط عليها الحلبة تحط عليها الدهنة تروح ريحة الحلبة. يعني انت ما تروح ريحة الدهنة، تلقى ريحة حلبة ريج تعطس. ان شاء الله كاله حد من العرب، حب العرب عيبه ريحة الحلبة. نحن
واللي تعامل وياهم اللي يعرفوننا ونعرفهم من 30 سنة رافضين الحلبة رفض قطعي في الدهنة. حد من العرب توصله، نحن ما توصلنا وعملانا ولين تعارف وياهم ولين ودي لهم ولين هديهم ولين عطيهم. لا والله زمان ما عطي الأول، لا والله عطي شيء خفيف. الحين الجليل ما عطي دهنة الأول، عيست دبت حياتي وانا جسم دهن من يوم انا ياهل ونحن نجسم. ان شاء الله كالف، لا ان شاء الله كالف. قلت لا والله جسام ماشي شيء بيبيع ومشترى ولا بعيب ولا بمنقول. الله بعد مصيبة الأول أيام العزبة، يعني صناديج صناديج البيضة جسمها، كل صندوق فيه 500 و700 هالقفاصة اللي جسمو فيهن جسمو بهن سمونه الطماط والخس وما أدري شو، هام الزرهم بيض وجسم. والله يا أبوكم لا حمدا ولا شكورا، ما شيء كلمة طيبة، ما شيء حد كلمة طيبة ما شيء. قلت شاء الله كالف، شاء الله كالف، شاء الله كالف. لا جسم ولا شياته، عدت كن هاك اليوم كلهن ببيع، اسوي لهم بيع لص مخلص وابيع ابوي العزبه باللي فيها. وافتكيت ابوي من المخاسير، كم ما زمت اخسر هاك الوقت، الاف مؤلفه كل شهر 27 30 32 من الالاف، الاف مؤلفه. قلت ان شاء الله حددني. لا يا ابوي اترك الذنب ولا معانا قد توبح على ما قال راعي الباطنه. فكيت عمري من الصدع والديانه والحمد لله هبتني الهبوط. مبايعنا حد ذباح حول 2700 راس الهوش، كان من يهوش ويعد. مبايعنا حد دبش الحساب تحت اللومية ونحدية، يبقى خيلت أقول هذا بهالكثر وهذا بهالكثر. حكم شو الحل؟ مرة مرتين 10 1000 2000. قلت أبوي ما في، وأفدهم وأصرمهن ببيع وأفتك من الصدع والديان والحمد لله يا أبوكم هبتني الهبوب. عيل دبت قالوا ما بتصبر ولا لا. قلت والله لا اصبر، صبرت عن امي وابوي ما بصبر عنها، وانا فدهن وبدن والحمد لله. هزمت حين اشرج واغرب اسافر الاول، ولا احترج ولا احترج من 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 العزبه صبح ومساء صبح ومساء. تدريب الرب العرب، هذا اللي ما يعرفني ما يعرف لا حول ولا قوة، لكن الناس صدقاني كل ما يسمعوني الحين يعرفون عزبتي ويعرفون أمورها ويعرفون دوادينها ويعرفون الأمور كلها. يعني الذباح من أخير الذباح، وكان الدبش من أخيرهن، كانت نسبة السمن وايد كبيرة فيهن سمان، ولتيهن الحمد لله الأمراض أعتني بهن بشنتارهن وتطعيمهن وإطعامهن وإكثارهن. يعني عندي الداشة أخليها 5 6 7 7 ولدات، 5 ولدات ما تزيد. شو السبب؟ لأن الدابسة كمل كبرت في السن خلاص ما وراها فايدة، لبنها يغدي حال حال الماء وعود، والعيال ينزلن يطيحن من دلعات ما يروم حتى يشل عمره، فما تستفيد وبس. المهم اني فكيت عبيها تربية الدبش، هاي يبالها أبوية دهر كان برمس عنه. بخبركم شو كان الدبش وشو طريقة الطعام، لأن الدبش بعد إذا أنك ما تطعمه ما بيعطيك. فلذلك كان الخروف كان والخمس شهور تحرى عيل حولي الفصيلة فصيلة شيء شيء ترتيب وأي جميل كنت مسوينا. تدريب الرب العرب كانت عزبتي في الصاروي عزبة يشار لها بالبنان، أبك جمالية لا صنادج عادية، ما بمثل الحين العزبة مسوينها شرات البيت. لا أنا مسوي اللي بوي صندقة صغيرونة وعدالها منام ومناك شي سبلة، ونتيام أنا وربعي بني شعب ويوني بني كتاب مناصير يوني قبيسات رميثات اللي عندهم عزب هناك في الصار ويتيامعون هم وحريمهم وعيالهم مقزرين. والله حياه حد منهم مات، منهم من قضى نحبه منهم من ينتظر، لكن والله كثيرية ماتوا فقارة. حد منهم تعقد، حد منهم سكر على عمره الباب 24 ساعة، وحد يرمس عمره، وحد أبويه شو بقولكم أمور 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 أمور. والله العظيم إني أرمسكم صدق، كل الرمس اللي أقولها صدق، هاي ما فيها مزح. هاي اللي تعقدها وما أدري شو سكر على عمارهم الحجارة موجودين. ما علينا نحن، نسيت والله شو كنت أقول، شو كنت بقول، شو العلم شو الخبر. الحمد لله البرنامج وايد حافل أسبوع هذا، إن شاء الله أسبوع هذا برنامج حافل وفنان ورقم واحد. بين فترة والثانية واجب ضروري تهوية الأرض،
تهوية الأرض مثل ما تشوفونها. هو الحين شو سوى هذا شامبي، ما يشل الترا الورق حتى اللي يحت من الزراعة، لا يرضمه فوق تحت. فلذلك هذا تستفيد منه الزراعة، تستفيد استفادة كبيرة. واللي يلقط الورق هذا أبوي أدوي يسمونه، أدوي أدوي ولا في حاس، لازم وبترضم الورق بالشير تحت الأرض. ها يلده النمون ويصير ويرضمه ويا الأرض. فلذلك يتجانس تحت، وهذا فيه فائدة قصوى، فائدة كبيرة للزراعة، فائدة كبيرة للزراعة. ما شاء الله تبارك الرحمن، يل في فاي تبارك، تبارك الرحمن، تبارك الذي لا تنام عينه. الحمد لله رب العالمين على فضله. الحمد لله زراعة بخير. اي ريق انتبه ريق. ما شاء الله هاي توها تسهر، هاي من عنده قيواني العام عظم اياها افضل. توها تزهر مخر تزهيرها، اكيد خارجية هذه. قالين ريوق، قالين لا تريق يا ستريق ريوق. قالين الساعة 10:30، قالين الساعة 10:30 ما بنها يعني، ما قالوا الشيء خيب. قالين بي ريوق 10:30، قلنا مع الصابرين. ولكم كم من بسط على هاللي استوى، هذا شيء جاي بعد دواركة. yes. هذا متى يجي؟ شو تومي؟ هذا ابوي شغل هدى اليوم فطاير مسوي حية الفرد هذه. يا عبد الحمد خلي جوارك تصير رتبة مرة ثانية. فطاير ثلاث أربع نمونات حليلة يا هدى. مسوين اليوم خبز رقاق، ما سووا محلة رقاق على طحين بر. دوبيا ابوي الريوق وصل، انا على اساس الريوق يوصل 10:30 وصل ابوي الساعه 10. وهالجماعه جايبين بنخبركم عن القصه من اولها لين اخرها، تب ما فيها وكل الموضوع هذا. وحين بي تعال يا تعال يا وين ساير منك ريوق يا ابوي من فطاير الخليج. هاي الدنيا كلها اللي تشوفونها ما بهذا فاك مالنا، هذا كل ابوي جاي من وين؟ من فطاير الخليج. فطاير الخليج عباره عن شركه، الشركه هاي كم فرع، وين مكانها، وين أرضها، وين سماها، ومتى متأسسة، وياليت بسرعة، وياليت تشليك عن خصرك لو سمحت يعني. أول شيء نقول لك الحمد لله على السلامة. الله بعد انزين انزين. والحمد لله أن احنا موجودين على السناب مع حضرتك. بارك الله فيك. عشان نوري متابعينك أن فطاير الخليج يعني حاليا، طبعا احنا تم تأسيسنا سنة 2000 انزين. أول صبر خلنا نشرح العرب. هذا شو؟ هذا بيتزا ايطالي. بيتزا ايطاليه بالحشوه التونه، حشوه التونه، البيتزا بالتونه. بالتونه هي هذه التونه خلطه اماراتيه مش موجوده عند حد يعني. هذا شغلكم روحكم، حاطين الايطالي على الاماراتي على... هني شو هذا؟ هذا عاده تشوفوا هذه المناقيش. المناقيش عباره من قوشه شو؟ في منقوشه باللحمه، في بالجبنه، في بالسبانخ، من كل شيء. في بالأشقوان، في أشقوان مع النعناع، في زعتر مع زيت الرمان. هذا كله عندكم انتو؟ منه كامل. نزيل ونصير. وهذا شو؟ نفس البيتزا الإيطالي بس هذا بالبيبروني. بيبروني. وهذا؟ هذا بقى متخصصين احنا فيه. صبر. أيوة. انا بخبركم هذا شو؟ هذا فيه شبه من المطبق السعودي؟ هذا هو المطبق السعودي. احلف قبل؟ والله العظيم. هي والله. الله لزيد برب الماتك. من مسوينا هذا؟ هذا الشيف الرئيسي عندنا لفطير الخليج يا راجل. رقم واحد. وانت وين تعلمت هذا مطبق السعودي؟ السعودية. كنت في السعودية انت؟ حيفا. وانت وين تحتوبة؟ لا هذا صديقنا وحبيبنا أنا. من مؤسسين الشركة. فوق على الزين زين هذا المطبق. اقول لك ها كم مرة سرقة عنك الشيف. لا 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 والله يا ابوكم يا متعة ترى ايه الولاء عنده عالي يا ابو محمد. اقولكم المطبق اللي ما سار السعودية وما كان مطبق من مطبق اليمانية اللي في السعودية، هذا ابوي ما وصل حتى السعودية.
السعودية والمطبق أكلة شعبية لذيذة تخدم في البيوت والمطاعم، لكن أهم شيء اللي في المطاعم نحن المتعارف عليها على الخطوط السريع وهذا. لكن هني شو سر الجودة؟ شو اللي مسوينا أنت فيه؟ ليش طعمه وايد قوي يعني اللي في السعودية أنا طعمه اللي في المطاعم؟ أتوقع يمكن هذا الحين على هيئة خدمة بيتوتي يعني سوينا بالضبط. ده اللي مركز. احنا ده اللي احنا عاوزين نوصله لحضرتك. أيوة. ان معظم الخلطات الحين مش الا البيتوتي مميز، طعمه مميز لذيذ، او ان اللي بطعم الحمد لله رب العالمين. زين سيد، انت الحين قلت لي ان هاي البيتزا بخلطه اماراتيه، ايطالي على اماراتي. بالضبط. شو الاماراتي اللي فيها؟ التونه. كيف الخط حشوة التونة أو خلطة التونة، ميكسة التونة، ميكس بتاع البزار يعني. بالضبط. التونة مع الخلطة بتاعتها مع البهارات بتاعتها، هذه خلطة إماراتية. العجين الخلطة إيطالية، الصوص خلطة إيطالية. حتى إحنا بنحط عليه اللي هو الأورجانو خاص بي عشان نقول لحضرتك إن هي كاملة إيطالي. أيوة. ميكس مع الإماراتي. ترى الأورجانو هذا هو الريحان، الريحان الميبس ومسحون ويذرون فوق، هاي يسمونه اورجانو. اورجانو دي منقوشة احنا برضو زي ما قلت حضرتك متخصصين فيها، منقوشة اللحم بالعجين. وليه من غير هاف شو يا مناقش دي من غير كم نوع مناقش انتو يابين حين؟ احنا عندنا، لا احنا المينيو عندنا ممكن فيه 40 صنف. في عندنا محمرة، في عندنا محمرة بالجبنة، في عندي زعتر، زعتر بدبس الرمان، في عندي زعتر بالخضار، في عندي جبنه اشقوان، اشقوان بالنعناع. السمبوسات هاي مشوي ولا شو؟ هذا مشوي، هذا الجديد لفطار الخليج. سمبوسه مشوي؟ مشويه. ليه احنا مش عاوزين الكوليسترول، عاوزين الهيلسي. هيلسي قول لي. ايوه. وين؟ اشوي يجيب عاده. الحين هاي عباره عن شو؟ هذه منتج جديد برضو خاص بينا كفطار الخليج. عباره الكيمه. طاير الكيمه. فطاير الكيمة. الكيمة يعني الحين المعروفة الكيمة الإماراتي، الخلطة الإماراتي الخاصة ب. أنتوا استعملتوا السمنة مالتنا دهنة في شو استعملتها؟ ولا في الفطير المشلتت. الحين هاي حاطين فيها دهنة الخالدي. أيوه. دي بتحضرتك السمنة ويساعد المشلتت أصلي. هاي مالكم أنتوا، ترى أنت مصري. إيلس عادة. هذا الحين مشلتت أنت مسوينه؟ نعم. غير عن المشلتت هذا. ده مشلتت ده غير وده غير، ده الأصلي بقى اللي هو السادة خالص. السادة خالص بدأ ما تحطون انت في السمنة البلدي مالكم حاط فيه دهنة الخالدي. متى أخذتوها؟ متى أخذتوا منها؟ 5 PM. والله؟ والله. ودفعتوا بيزات؟ لا لسه علينا فلوس. الحين بقى بخبركم. زو هاي نفس السنة كان بدون دهنة الخالدي، كان بالقشطة. بجيب القشطة والعسل. الكرافت والعسل والقشطة. هي. وهذا ده بقى الجديد عندنا، المينيو الجديد ده بالنسبه لنا احنا ده في فطار الخليج اللي هو الستاب التركي. ايوه. شو الجديد فيه؟ اسكندر تركي زين بالدجاج زي. في اسكندر دونر باللحم، في عندي خبز الصاج شاورما التركي زين بالدجاج وباللحم، في عندي الخبز الدونر هذا احنا متخصصين فيه ايضا. هذا عبارة عن شو؟ هذا ساندويتش يا ربي. في لحم او دجاج مع طبعا يعني شرات هذا لك بدأ بك خبز صاج بالخبز هذا بالخبز الدونر. ايوه بالضبط. هذا يبقى كويب وحده كامله، هذا بس خلاص انكلت هذا لا تمشي ولا تسير ولا تي ارقد يا ربي. حتى شكله مغري لك ما روما تريق منها نحين. هذا ما الغداء ولا عشاء؟ يمشي غدا عشاء فطار حتى كمان بعض الناس. وهذا شو؟ هذا برضو برجر، البيتزا البرجر. في منه باللحم، في بالدجاج، احنا بقى متخصصين برضو في الصوصات، في سبايسي صوص، في ان شاء الله عشان احنا جايين زياره لابو محمد جايبين له منتج جديد ممكن ان شاء الله باذن الله في خلال الايام القادمه 3 أيام يكون موجود. ميني شاورما، هذا الساندويتش الصغير يعني بيبقى بالبوكس ان شاء الله، بس متوفر منه بالدونر وفي بالدجاج. اتوقع اللي كيف بالدونر؟ الدونر اللي هي اللحم، هو لان التركي بيسموها بالدونر لحم. هي اوكي. وهذا شو؟ هذا وهذا وهذا ده نفسه شاورما بس بنسميها شاورما باي او فطيره الشاورما،
وتتقطع خلاص. ايوه نفس خبز الفطاير هي. ومحشي نفس الوضع اللي هو الفطاير. وهاي شو يكون محشي؟ دجاج ولحم وسلطات. السمبوسة السمبوسة شو محشاية؟ في منها بالخضار في منها بالجبن طبعا هذه مشوية بدون دهن. ما شاء الله محيا فاتكم ضروري يحب الطعمنا من هذه. خريطة الأكل الفطيرة يعني العسل الأسود ولا عسل العسل الأسود الأساسي بتاعه اللي هو الدبس تبع الملاس هي نحن عادة بنستعمل وياها عسلنا العادي يعني العسل الأبيض برضه يمشي زين. أنت وين يتكل بصر أنت وسويت الدهنة الخالدي على الفطيرة رب الله تكمق واك. وهذا بطلب ولا جاهزة؟ لا لا بالطلب ما تكون جاهزة يعني لا. واللي يطلب يعني يطلب دهنة الخالدي ولا 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 بالسمنة مالتكم انتوا بالسمنة مالتنا هي. لا واحنا نبدأ نستعلم من أيوة. بس النقطة لأبو محمد هي. كل المنتج ده فريش هي. لا يبين علم ما يبغي كلام ما يبغي كلام أي أوردراتنا لأي زبون حسب الطلب يعني بالتليفون 10 دقايق 15 دقيقة يوصلوا الأوردر حتى بالتوصيل. هذا وجه سمية نحينها هل تشوفون هاي فطيرة المشلتت دهنة الخالدي أول مرة في حياتي. شو اسمك أنت؟ عبد النبي. عبد النبي؟ والله يا عبد النبي في احتمال تبوي أنت من السحرة استغفر الله العظيم والله العظيم ينا غير نمونة طعمه. وين يك الفكرة أنت؟ من قال لك الفكرة هذه؟ فكرة تحط الدهن العربية ها؟ فكرة صاحب الشركة والله طبعينك غرب الله تغرب الله هذا ساحر والله يا ابوكم ضروري ان شاء الله اللي بيطلب يطلب من هاي فطيرة المشلتت سادة على حسب الطلب بدهن الخالدي بدهنة الخالدي والله يا ابوكم ينها روعة طعمها ولازم عادي نحط العسل ضروري العسل. ايمن انا ما بحلف على نعمة الله لكن ربكم يا ريت تعبدونه يا اخي حتى عن الفطيرة اللي كلتها في مصر اللي فطيرة اللي في الفور سيزن اللي في مصر في فندق في الفور سيزن اللي في مصر اللي في الزيتون مطعم الزيتون اللي امس يوم ما بنى من يومين يا مصر ما كلت فطير مشلتت وحطوا لي اياه بالقشطة ولا لا 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 القرقعة هيك كلها والله يا ابوكم يا الفطيرة هذه اللي مسوينها عبد النبي هذا اللي تشوفونه هذا الله اكبر ما شاء الله عليك يا كم ما انضلك والله يا ابوكم ينها غير نمونه ضروري اللي بيطلب يقول لابوي نبي فطيره مشلتت هالنمونه وبهيتي تقولوا لي بالدهنه بدهنه الخالدي او على هواكم لكن ضروري بدهنه الخالدي ممي ريحتها خنينه وغير نمونه ما فيها عين وياي رفيع وخفيف ما ابالغ انها احسن عن الاحسن احسن عن الاذى شيء احسن عن الاحسن فهي الفطيره هذه مميزه غير نمونه غير نمونه الفطيره والمطبق المطبق والفطيره كل فنان وكل زين وكل رقم واحد الشغل خيبه يعني يا غير الفطيره والمشلتت فطيره المشلتت هاي الساده اكيد ان مدام استوت هاي هالنمونه فنانه اكيد ان هاي اللي هو الهوايه بالفطيره اللي بالجبن والمشيات اكيد بيكون مميز يعني وفقكم الله لما يحب ويرضى وكل زين وكل فنان وكل خدمتكم مميزة ما في ولا نوع عندهم من الأنواع اللي حطوها عادي كل زين لكن المنيو وايد كبير ومتاهة متاهة المنيو وايد كبير كم محل أنتوا عندكم؟ عندنا 28 فرع 28 فرع في دولة الإمارات كلها في دولة الإمارات عندنا 13 فرع أبوظبي ما شاء الله أبوظبي روحها 13 فرع أبوظبي روحها هالكثرة فرع عندكم عندنا 13 فرع بداية من الخلدية إلى بنياس ما شاء الله باقي الإمارات كلها عندنا فرعين بالعين لا ما بتوبل حيتبرني كلهم وين كبودات الإمارات أن أبوي اللي يبقى الفطير هي ككل وايد خدمة زينة اللي يباها بدهنة الخالدي أو من غير دهنة الخالدي لكن أنا مثلا عيبتني فوق عن الزين زينة أنا أشهد أنها هذه وحط في دمتي وأكلهم كل زين ومميز وفنان يعني الله ييسر أموركم ويحفظكم بارك الله فيكم شكرا شكرا يا شيف عبد النبي خلنا أخذ سيلفي معك الله يخليك منور يا عسل زيك الله يخليك زي بص هناك على الكاميرا ارفع راسك فوق إيه الأخبار الحمد لله من مصر من القاهرة فين في القاهرة من الهرم
فين؟ شارع ايه؟ شارع العشرين. الله يبارك فيك، جدعان انت جدعان. انا لسه جاي من مصر. الله يبارك فيك. مصر ترحب بيك وانت اخواننا. الحين افرعكم فيها خدمات توصيل شرق غرب. في عندنا شركة توصيل أساسية محطوطة لفطائر الخليج اسمها شركة ديليفري. نعم. نوصل في معدل 35 دقيقة للأوردر، وإحنا حاضرين في جميع الأوقات، وإن شاء الله بإذن الله إحنا بنفتح من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 1 في الليل. نعم. في جميع فروعنا وعلى مستوى الإمارات. الساعة كم؟ الساعة كم؟ من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 1 في الليل. ما شاء الله. ما شاء الله. زين، وشيء توصيل وكل شيء، والمنيو كيف الواحد يطلبه؟ والله احنا عندنا موقعنا على الانستغرام، الاكونت بتاعنا في المنيو، واحنا المنيو موجود على الانستغرام. موجود على الانستغرام. ايش بنسوي الحين؟ بناخذ المنيو مالكم مال الانستغرام. تمام. او الانستغرام عشان الناس تشوف المنيو اللي فيه. زين، واللي يبي ترى بيطلب. لا والله محمد، احنا حابين نعرف وتحت مسؤوليتي شغلهم في مميز فوق عن الزين، فوق عن، وتتعرفون راينا. لو والله انا والله يا ابوك لا قبضهم الدرب. ما قلت لك حافظوا على هالريال، هذا حاله حال خوف وخفرع منقرع. هذا انفرطتوا بالاهرام، فرطوا بهذا. هذا ابوي ايه، كم سوي لك معاش؟ لا نص المحل. شوف اطلبهم يعطونك ثلاث اضعاف معاشك. الله يخليك، من جد رمسك انت، ما بمال معاش العادي 5,000 و7,000، هذا مش مقامك. الحمد لله. يا هين ليش ما نزل على سناب؟ نزل على ابو السناب. شغلك وايد زين ومميز، تستاهل الكرامة. كل خير. إيه نعم. كل إيه. خير. أبوي جاء أنا ما يلي هذا التقرير من العين، توه واصل. صباح الخير أبو محمد، كيف حالك أبوي؟ وش حال عيالك وأهلك؟ عساكم كلكم بخير. الله يعطيكم الصحة والعافية رب العالمين. أقول لك أبو محمد، أبوي من نشيت بموت من جسمي، والله العظيم أنه كله متدقدق جسمي، وايد عورني. لفيت يمين أون، لفيت يسار أون، أمشي ريولي وايد يعورني. أنت ياك شيء ولا ما ياك شيء؟ ما يعورك جسمك ريولك شيء؟ أنا والله بكبري متجمح يا أبوك، الحمد لله نشيت مرقات. هذا أبوي ترى كل مقلة اللياقة، ما حد قال لك؟ قلنا لك تمرن تمرن تمرن، مشك اليوم ما بطايع، هيداك إلا رابب وتيلس إلا مسجات وإنترنت يعلك. انا عندي شغله في الوثبه زقرتني هدى، قالت انت قايل اليوم بتصور الطاجين مال الدياي، بنصوركم بعد صوره الطاجين مال الدياي والدهن بشيركم زاهده، تبى الحين تبى تصوير الحين بيحطون الدويات. يلا طريقه ومكونات الطاجين المغربي اليوم بتسوي لنا اياه هدى على دياي وحده. يلا عدي عد مكونات. علي حسك لو سمحتي. عبارة عن دياية واحدة مقطعة ومنظفة ومعدلة ومزينة ني حين هذه ني، عبارة على 2 بصل. زين ليش صرت من هناك؟ ابتدي من هني. لا زي. لازم لا لا احنا بنمشي هناك باب على هواك للتزيين. لا اول هذا الدياية. دياية حبة واحدة. بطاطس على حسب، واي شيء الخضر يمشي. فلفل للتزيين، لومي ها مال مخلل، زيتون هي. 2 حبات طماط مدورات هم وبصل، 2 حبات شوية بقدونس، 1 طماط و2 بصل زين، ثوم، كركم. شقحتي عن الملح شوية؟ هذه على الملح على حسب الذوق. زين ملح ملح كركم
فلفل بارد شويه دامه واحده دامه يعني مال ماجي هن حمان داني مكعبات زعفران مكعبات هن حمان داني هذا تحطينه زين زين وزعفران فلفل اسود زنجبيل هي. شويه زيت زيتون هي. بس وكان هالدياي ولا 10 ولا 20 ذبيحه ذبيحه عوده ولا صغيره على هو الانسان على حسب الرغبه وهاي ترى شيء من هالاحجام حتى ما هالذبيح يدور فيه الحين حرقت الدياي زين ترى الشيء هذا عباره عن خشوقه واحده بس ايوه رقد الدياي يعني انتبله مقوات حطيه تغاريت حطينه انت دوم تحطينه هلنا ونحن ناكل عادي ايش المشكلة شوية زيت زيتون ما تشوفون تيل سبوي الجولب والتبل زين ما زين وعقب اللي بيبغي يسويه بدري قبل بساعتين وكذا يسوي لي الطريقه هذه ويخليه يكون احسن يتبل اكثر يتبل اكثر كل ما ابطأ في التتبيل يكون احسن صح زين هاي البدايه نحط البصل تفرش البصل بويه في قاعه ايش اسمها هاي طاجين في الطاجين يا ريت عدلو بسرعه لان هذا سناب ما يستوي شوي لازم سرعة لازم يلا اوكي يلا ثانك يو ما علي سامحوني شو اسوي لازم هالنمونة الحين الشيف هدى من الترتيبات هاي كلها يلا عاد خلصي الحين تمت تدرب ويا الفلفل الاسود عقبها ابوي على وجهه الكركم الاقصاد زين وهذا الزنجبيل المطحون وهذا الفلفل البارد النعيم يلا عاد عيستيني زين الحين ردت ابوي تصب الدياي ني متبل وزاهب ومعدل زين ما زين على ما تشوفون هذا الطاجين الدياي حد عاد ليبه لحم ولا ليبه دياي على هو حطتها كودت وردت ابوي هذاك اللي زايد هناك عاد قلت ابوي فوق اللي متبلتنا هذا وذرة ابوي الملح عليه واستهفاس على ما تشوفون ها ونشحت ابوي دور ما دار الدياي من معالي وعلى اطرافه وشرق وغرب وعندك ودونك ها على ما تشوفون انزين نش الله يحفظ وخلاص وتحط عاد الفلفل الحين تزين شو هذا زينينه؟ هذا احنا نقول عليه حامض انتم ما تقولوا عليه لومي مرقل يعني المخلل العادي يعني هي اللي هو من مخللها ماد هي والخضر اي واحد وشو يبي يحط اللي يبي يحط قرع اللي يحب جزر اي على حسب الذوق كل شيء كل شيء وباذنجان اي خضره بس والنار هي الحين تسكر الغاز ترى شو هو هباب ما تشوف الضوء بسيطه يلا اشوف تحي شويونه وحين تمهنمون بدون ماي بدون ماي اذا شرب يزيد ربع كوب اذا حبي اروح ابي اسوي ماء وبينش وبينشف ماء اذا شفت انه يبي ماء حطوا عليه ربع كوب وردوا وغطوه اهم شيء كم ياخذ وقت نص على... ساعه على ربع عشان النار شويه يعني شويه ياخذ شوية. ساعه يعني ساعات يعني يستوي ساعه يكون زاهر شكرا عفوا هذا شوفوا قاعده الجدر تبين واضحه قاعده الجدر الحين معنات ان ذهنه زاهبه مره خوب شوفوا كميه الانبوي كيف شوفوا صفاء الدهنه يلا يلا عشو عشو شباب عشو شباب خذي منك حسب ما تظهرين في التصوير خذي يلا عشو 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 هاي الدهنه حينه فريش مره جديده ناضي رقم واحد الحين عاد يخلونها وحده وهنتين حطوا الدويات لين تصير مثل ما قلنا لكم كالعاده تعتزل الخلاصه تحت في قاعه الجدر وترد تصفو زين ما زين بند ابوي عن هالضوء عقب ما تقمش وتغلي ناضي رقم واحد مملوحه ومعدله ومزينه بدوياتها وكل امورها ردوا خلاف ابوي وطفوا عن هالضوء
هذا اللي سويته هذا اللي هو طاجن دياي. هذا هو طاجن الدياي. كل يا رب شاي بتهتي مرة. بعد دياي كم تهتي. هذا هو الطاجن الدياي. طاجن الدياي المغربي. كل شيء مرة قادم متفتت وريحة صدره في خمرة الرأس. شكرا هدى. جزاكم خير ونور وسرور. من قبل نص ساعة نازل من فوق على أساس إني بين سابني سوياكم. خذ لي أبوي بالطول والعرض أبو إبراهيم هندس منهل تم يرمس وياي وخطأ في الوقت. قلت له أبوي الوقت هذا مخصص للمتابعين ما بلك أنت. يبي يرمس عن مواعيد وما شيء. المهم طلع أبوي سيرتي اللي هي حق سكوتلندا. سكوتلند السيرة تاريخ 29 بطير بيلس هناك 30 تاريخ واحد برد يعني يوم واحد بتم هناك بيكون رمضان كاض وما شيء وقت لذلك بتسوي سيرتي بس يوم واحد أو ثلاثة أيام يعني بين يوم بسير ويوم برد ويوم بيلس. اليوم اللي بسير فيه تاريخ 29 بطير وبوصل في الليل وبحط راسي ابوي برقد وبصبح ابوي 30 بخلص الشغل اللي انا ساير عسبه نزيل وببات ونهار ثاني ان شاء الله بيكون تاريخ واحد ان شاء الله بكون راد بحفظ الله ورعايته الى ارض الوطن لبلاد بعيد بعد ما لها طيارة سيده تسير الله يسلمكم ترانزيت توصل مانشستر وتغير طيارة وتسير مرة ثانية من هناك. الله أكبر وعظم يلا غاية تحين الصلاة وخلاف بنرمس. كيف حالك؟ الحمد لله. رقم واحد شو مكتوب هذا اسم هالخياط؟ خياط النبراس. زفرتي حقه شو هي مكتوب؟ النبراس. هذا خياط النبراس وين كنادينا اللي انت رياهن ودهن هناك سيد العلاقي. ايوان هذا انا طالب لهن هالنمونة طرابيس. طالب ابوي طرابيس كل وحدة نمونة ماتي ابوي اللي طربوشة شرات اخذتها هاي الطرابيس وصلا وكناتها هذه وحدة. قبض انت قبض هالنمون فوق رفع هاي كندورة واحدة. هذا الخياط الجديد اللي مع خياط النبراس اللي قلت لكم عنه وحين خياط يكلم عنده هاي وحدة وهذه الثانية زين ما وحدة منهن طربوشتها شرات الثانية هاي الثانية والخلق كل وحدة الخلقة غير لقطع كلهن كل وحدة قطعتها تختلف عن الثاني ما فيهم وحدة تشابه الثانية. اللي خبركم عنه قلت لكم الخياط اللي تعرفه يقولون جديمك نديمك ما عليه في حال ان جديمك ابتدى يتطور لكن جديمك ابوي ما بطايع يتطور وعيزنا ونحن نقول له عدل زين خللني البس كنادير مينحات الأوليات حدوهن تختن جميع الألوان الحين لا بيض ولاسي أبيض ولاسي. كم كنت دورة هايل؟ كم كنت دورة كلش؟ كم؟ أنا 10 ما أسوي أسوي 16 يا 12 أيوة هاي تويتي اللون تويتي يلا وهاي بعد لون تويتي يا سلام يا سلام يا سلام سلام يا سلام يا سلام إيه يا أبوي بين لبسه أبوي حق المناسبات مناسبة بكرة عندنا ورا بكرة شيء مناسبة ودي عقبه شيء مناسبة ثلاث مناسبات ورا بعض ثلاثة والأربعة والخميس وتعرفون عن هالمناسبات كلهن إن شاء الله بكرة بنعلن بخبركم. أيوة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام شكرا جزيلا افتح وين شيء عليه هذا اكتبه مره نبراس نعم
يلا يلا. ختم النبراس موجود، هذا ختم النبراس، النبراس وهو نبراس. خياط ولايتي رقم 1، خام مميز، طريقة وخياط مميزة، مرتب الخياط، مرتب مب خياط وبس، خدوغ اللولا الخياط المرتب، العقمة قياس الغرمة، الغرمة هب من تكبض بكندورك ظهرت تبطلت العقمة من الغرمة، لا تثبت الخياط وتتم الكندورة واجفة، صدرها أبدا واجف، شيء من الخياط الأولي يتغطى شرق وغرب، والحمد لله أبوي هذا الخياط الله يسر الأمور. سلم على الأرباب، قل له شكرا جزيلا. شكرا. احنا حاطين فيه فاي لازم بطعمه منه، احنا ما يعرف شو بسوي. تعال تعال هني اجلس سويها. لا ما يصير كلينكس، افتح حلجك، ما في جلدي جلدي صبر. نمبر 1 ولا ما في نمبر 1؟ هذا مال بيت هني هني؟ ايه ما في داخل عندي اورجانيك. هذا سيد من شو اسمها البلاد احنا لا من شو اسمها سكت عني نسيت والله الاسم. ما بنغلور ما في انديا بنغلاديش. لا انت بنغلاديش. أيوة. هذا ما في مال بنغلاديش ابوي، مال انديا. تعال مره ثانيه. ها نمبر 1 بعد واحد مره ما يروح، لازم 3 تايم حرام عشان حلال. زين هي شوف هذا نمبر 1 من كيرلا. كيرلا سيتس مال هو من كيرلا. هي شوف هذا نمبر 1 فيري سويت. ها هذا عاد احسن واحد في نهاية مره. يلا كم افتح حلجي. ها ها حليل مصغر ثمه. يلا نمبر 1. ايوه نمبر 1. يا بارك الله فيك. سوي سلام عليك من فرات كلش. ها شكرا. لو تدروبي انا وين الحين؟ اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير. لو تدروبي وين ساير انا الحين؟ ابوي ساير العين، ساير العين ابوي، عندي شغيل ضروري يتطلب اني انا عني من ابو ظبي لين العين، اسري سريه ان شاء الله اخلص شغلي وبرد ابو ظبي. في شرح مستوي بيني وبين واحد من صدقاني الاوليين وبمشي عليه بسير له لين مكانه. عرفت عاد انا وين مكانه؟ هو الحين ما يدري بي، بيني وبينه نقمه، لكن الرجال هل انا ساير على سبه يستاهل العنوه. بويه وبرد هو جالس في عزبته، عزبتي ساير للطراطير ما بساير بيت ولا ميلس، عزبه بسير بسلم عليه وبرد، يعني بطيب خاطره، ما شيء شال واشي رمس بينه وبينه بالغلط ويستاهل من يرضي. أقول لكم بالنسبة للأيام اللي هو يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، 4 أيام اللي اختفن علينا في خصب، اللي هو من الخميس لليمعة، من اليمعة لين السبت، من السبت للأحد، ويوم الأحد نحن ظهر بعد من الأحد للأثنين. المهم 4 ليالي ب4 ستوريات، كل ستوري يمكن مت ساعتين ونص، هي لأن من نصبح الصبح للنمسي ونحن في خصب كله تصوير، سيرة روس ليبال وسيرة خور نيد وسيرة مدحة وسيرة كمزار وسيرة الفرجان كلها لقيناها، وسيرة سي وسيرة وين استوى الطوفانية، هذا كله بيتنزل على اليوتيوب وراح يطلق عليه مسمى وراح ينطلق عليهن او اطلقنا عليهن خصب 1 خصب 2 خصب 3 خصب 4 هي بنسويهم شيء اساميهن وبنرفعهن او ابتدينا نرفعهم على اليوتيوب وان شاء الله بتشوفون اشياء جميله والاحداث كلها للي فاتته الاحداث اللي كان ما بصاحي ولا مداوم ولا مناوب ولا عليه دوام ولا انه مسافر سبحان الله وكل حد عاد يقول لي خالد ضروري يا ابو محمد انك تنزل، قلت انا العادي انزل في اليوتيوب ما بالك استقبال وحافل
وركضة وشيء جميل وكرامة وعند ناس اياويد، كيف يعني في الرتبة؟ هذا شيء ابوي وثائقي لكل الزمن، وان شاء الله بتلقطونه على اليوتيوب ابتداء اظني من بكرة او ورا بكرة ان شاء الله. ما يندراب الخبير عادة. انزين وانا ضاوي اذا الله جعلنا من الحيين، شيء موضوع اجتماعي فنان رقم واحد، موضوع اجتماعي يهم العديد من الاسر، شيء يكاد بعض الناس يستهتر فيه او انه يشوف الموضوع هذا مش وايد ذو أهمية أو عادي، فلذلك بنركز عليه الموضوع اليوم، بنوقظ الواعي، بنوقظ الراقد، وبننبه للخطأ الفادح اللي هو يكاد أن يكون غافل عنه أو متغافل لغاية في نفس يعقوب. لكن الأهم أن نحن ليبري ذمتنا قدام الله سبحانه وتعالى أن نحن ندكر بالشيء اللي شوفها ما بعدل، واللي يبي يتغير منه إليه زين على زين، واللي ما يبي على الله يسر أموره ويهدينا ويهديه إن شاء الله. يتم مداخلة من شخص من المتابعين الله يحفظه يجزاه الله خير، قال لي أبو محمد لو بدأ ما تسمونها خصب، خصب ولاية أنت هي ومحافظة مسندم، لكن أنتوا ليش تخصون بس خصب؟ لأن أبوي أنتوا سايرين منطقة روسلي بال كاملة، فلازم تكتبون روسلي بال 1، روسلي بال 2، روسلي بال 3، روسلي بال 4. فأتوقع أنه توثيقا راح يكون الاسم روسلي بال بعيد أحسن إن شاء الله. راح نقول حق المهندس منهل سمه أبوي روسلي بال إن شاء الله. ايه قيض حبيبي، ايه روسي لي بالي قصيد هذا الاول، كل حد يغني الاول. ابوي اللي يقولكم العين جوها وجو اي مكان في الدولة واحد هذا غلطان. اليوم الحين ارمسكم الدنيا يمد في العين، الحين الساعة 12:30 برد في العين، برد وانا الحين في نص البلاد، في نص البلاد في عين الماء في شارع وين الجبرة، شبرة العين، برد ما براد برد، يعني ما الواحد ما يروم يظهر. هي والله عجبة سبحانك يا رب. وسرت وخلت شغلي وعينت من الله خير وانا راد الحين برمسكم على الموضوع اللي خبرتكم عنه ان شاء الله. شاب من يبتدي يفكر في العرس يتمنى الولد، والأخص عادة من يعرس قالوا بشرك ولد، زاد سروره وزادت بهجته وزاد فرحه، ويتمنى كل رجل انه يكون بشره ولد، او كل من كثرة الذكور كل من زادت أناسته. هاي غريزة في كل انسان، وهذا شيء متعارف عليه. حد منهم من الله يرزقه ولدين ثلاثة عقب عادة تمنى لبنيتي، هاي غريزة موجودة في كل رجل. فمن يوم عرسه يباغمون عليه المعازي، بشرك ولد يا معرس، بشرك ولد يا معرس، بشرك ولد يا معرس. وهذا الشيء متعارف عليه مفروغ منه. الأمنية هذه والرغبة هاي ما يتم فراغ، كل إنسان يتمنى الولد لجله، لجل أن الولد هو القوة، هو السند من عقب الله سبحانه وتعالى اللي يسند العائلة، اللي يكون هو سند أبوه، عظيم إخوانه، هو يشل البيت فوق راسه، هو الكديد، هو المامر، هو الناي من بعد عين أبوه، هو يربي إخوانه ويربي خواله. فلذلك كل إنسان أول ما يتمنى أن يكون الله يرزقه ولد البكر هذا. فأي عائلة تكون الخلفة بس نساء، تكون بعدين العائلة شوية تحس فيها وين فيها شوي من الضعف، لكن إذا يوجد في العائلة العنصر الذكري هذا في البيت هذا، يعني يكون البيت فيه قوة شوية، أو عائلة تكون قوية في حال وجود. لأن من بعد عين الوالدين منو بيقوم مكان الأب، منو بيكون مكان الأم؟ العنصر الذكري
هو ليبي باري خواته، هو عضيدهن، هو ليلهن، هو أمهن، هو أبوهن. الرجل في العائلة من عقب عين أمه وأبوه، هو الأبو، هو الأم، هو الولي، هو الوصي، هو القيم، هو الكل في الكل بالنسبة لهاي العائلة. فالولد في العائلة شيء وايد جيد، وشيء معلوم رزق من الله سبحانه وتعالى، والولد والبنت كلهم واحد، لكن الولد وجوده في العائلة وايد ضروري، لأنه البنات يوم يحسن ما عندهن أخو يحسن شيء نقص عندهن، لأن الأخو هو سند في البيت من عقب الله سبحانه وتعالى. حتى وجود الأب، يوم يكون وجود الأب وموجود الأخو عند الأخت، الأخت تحس حنان الأبوة يهم مكانين، فلذلك تحس بالعطف الأبوي يهم مكانين. هذا شيء البنيات كلهن يعرفن شو اللي أنا أقصده. سنة الحياة محبة يتم مخلد، أنبياء وساروا، أولياء وساروا، صحابة وساروا، ملوك، سلاطين، شيوخ، ما حد تام على وجه الدنيا، كل من عليها فان. انزين، من يصير اللم وتصير اللبو، ويصير من تصير اللم ويصير اللبو، يتم الولد هذاك هو اللي يدير البيت، هو الوصي، هو القيم، هو العضيد، هو الكل في الكل من عقب عين اللم واللبو. فمن يتوفى اللبو أو يتوفون اللم واللبو بالفطرة من الله سبحانه وتعالى، الأخ الأكبر يتحول إلى أب، ويازم هو المسؤول عن الأسرة هذه كاملة، مسؤول عن خواته إن كانت أمه باجي، مسؤول عن أمه، يازم هو المامر الناهي اللي يشق ويرقع ويامر وينهي، لأنه هو الرجل ايا كان سنه، وبالاخص ان كان تشد تخرج او ريال غدا وابتدى يكد وهذا وعرف المسؤوليه، هو يازم الكل في الكل، سواء معرس ما بمعرس، هو المسؤول عن خواته بالفطره من الله، خلاص ما بيميله او انت مسوي احسان او مسوي معروف، لا، انت المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى وأمام نعم. هذا بالنسبة للولد. والأخت الكبيرة تتحول هي الأم، تتحول هي الأم، خلاص هذا ماتت الأم، ختم العودة، هي تتحول للأم، تربي الأخوان عاد اللي أصغر، توصل لدرجة التضحية فيهم. أنا عارف روحي من بيئتنا، من دولة الإمارات، عشرات الأسر البنت هي اللي ربت إخوانها، ودرت العرس، وشي منهم ودران حتى الدراسة، أظهر من ثاني ثانوي وثالث ثانوي، وآزما يدارن البنات خواتهم ويدارون إخوتهم، وربوهم على خير خلق وخير تبي لين ما كبروا، فاتن قطار العمر، لا عرسن لا اهتم بعمارهن، وفات الفوت فاتن المد والغزل. الولد نرد نذكر، الولد اللي في خير عليه رضوان من الله والله راضي عنه، يضحي بحياته، ييلس لين يربي اخوانه ويربي خواته لين كل شيء، وعقب كان بيتفيج العمره. والبنت كذا الامثال العودة، تودر كل شيء في حياته وتنتبه لدراسة اخوانها وخواته وتربيتهم التربية الصالحة، وتضحي بعمرها وتضحي بحياتها وبشبابها لأجل تربي الأخوان والخوات، إن كان البكر ولد أو أنثى. في كل الحالات الأخ الكبير هو يازم الأب وهو الأم، وفي كل الأحوال البنت الكبيرة هي تكون هي الأم وهي الأب في نفس الوقت في حال فقدان الأب والأم. الحين يا الله يحفظكم بنوصل إلى مربط الفرس. في ظاهرة، نحن ما بنقول ظاهرة، لأن توصل مرحلة ظاهرة إلا إذا تتعدى 40 أو 50% تستوي مرحلة ظاهرة، لكن هذا مش إنه مش موجود، موجود عندنا وفي الخليج كله موجود، في الشرق الأوسط موجود،
شفناه في الأفلام في التمثيليات أيام الأبيض والأسود موجود، ونقر أنه موجود كان وما زال إلى اليوم وإلى بكرة. أنا ما أرمس من فراغ، ما أرمست إلا أنا عندي شيء شايف أنه بعيني وسامع أنه بذنية. أنا ما أتكلم عن شيء من محض الخيال، أتكلم عن واقع، واقع مرئي وملموس ومحسوس، ونعيشه ونسمع به ونشوفه في معظم البيوت. في أشياء حقوق بل حد من حدود الله سبحانه وتعالى، هي نعم حد من حدود الله سبحانه وتعالى، مثل الميراث من عقب ما تتوفى الأم ويتوفى الأبو، في ميراث، الميراث هذا حد من حدود الله سبحانه وتعالى غير قابل للجدال، ما في لا سر ولا تعال. الورث من يموت الأم ولا الأبو كان قصر، ترى الحكومة تأخذ الإجراءات، شيء هيئة القصر وشيء محاكم، هذا شيء معروف، لكن مش معناه أنك أنت حين تقبض حلال خواتك معناته أنك أنت الوصي مدامهن صغار وكبرن كبرن، يعني أنت ما تعطيهن حقهن. شيء من المواريث موجود عندنا كان وما زال إلى اليوم إلى بكرة، من 40 و50 سنة الأخو العود مسيطر على كل شيء وعايش ومتنعم ومرهي على عمره، كل من طالب أن هالبنات يبن حقوقهن ولا شياته نبحوهن، نعطيناكن عيالكن بيلعبون في البيزات، نعطيناكن ريالكن بيفسفسن البيزات، يعني هذا حق الله. أنت شي خصك ابهن إن شاء الله يزخن البيزات وعقنن بحر باب من كيسك، هذا من الله سبحانه وتعالى ورث، ورث هذا، هذا حد من حدود الله. أنت ما تقدر تخلي حلال عليك أنت وحرام عليهن هن. شيء من البنات يخيلن، يخيلن يقولن حق الأخو عطنا حلالنا، فتلقط الأخو متديج، متديج عليهن ومسترهنهن أنهن يعني يخيلن ما بطايع. زين هن خيلن، أنت ما تحس، ما فيك إحساس، ما فيك نخوة، ما فيك مروة. يرد ويقول والله أنا أحافظ على حلالهن، أحافظ على حلالهن من شو؟ 20-30 سنة والحلال ومنو عطاك أنت الأمر هذا؟ إن شاء الله يزخن بيزاتن ويعقنهن أبوي درام الكشرة، يزخن عقارهن ويتبرع به أبوي وين يبن. أنت ما يخصك حين هم مب مدحب ولا خبايل، ترى بن حريم وعرسن ويا بن عيال واصبحن يدات وحلالهم ما قبضن، متى بيقبضن؟ ترك تيالس، ترى لو ما برزين وعاجل ما عرست وما يابت عيال وما كونت اسره، ما كبروا عيالها ما تخرجوا، كيف يعني كيف تعاطي عمرك هالصلاحيه انك انت قابض الامر هذا كله عندك انت؟ وين حدود الله؟ كيف تاكل حلال ايتام؟ هذا حلال ايتام حتى لو كبرن، ترى كان ايتام هاي صغار وانت متدير على حلالهن، وكبرن مفروض تعطيهن سامانهن، تعطيهن الليلهن، خيلن يومهن صغار، الحين كبرن تم الخيال مكان غلاك مكانه، لكن ما بنك انت تركب فوق روسن يعني بهالدرجة؟ ما فيك ادب، ما فيك احترام، ما فيك مخوفه من الله سبحانه وتعالى. هذا بهتان، هذا يور اسمه، انك انت تديج على خوات، هذا من برك الوالديك، يعني عباره انت، انت عباره حين تعق والديك، انت تعقهم حتى في مفروض انك تبرهم، تبرهم بانك تعطي اخوانك وخواتك حقوقهم، حب ترقد على حقوقهم، عبارك كأنك أنت حين تسوي بهتان ويور، ما وينك عن الله؟ شيء طبيعي الكل منكم والجميع يعرف أن الموضوع اللي أنا أتكلم
تتكلم فيه هذا موجود شيء منهم. الطموا حلال خواتهم واخواتهم من يومهم صغار وقالوا بيا حبيب النبي ما شافوا لا يرد ولا يريد خلوا على العائلة ما خلوا لاخواتهم لا يرد ولا يريد قالوا بيا حبيب النبي خذوا ارقدوا على الدج ما خلوا لهم حتى بيزة يحتشوفهم عيونهم. كيف تشوف هالشيء حلال عليك؟ كيف تشوف هالشيء عدل عليك انت وعلى حرمك وعيالك؟ تشوف اخوانك وخواتك كلت ما وراهم ودونهم بيعت ما وراهم ودونهم ورقت عليه خدت الاجارات وخدت المصاريف وخدت العلم وخدت الخبر وحين يوم كبروا بغوا حلال والله ما لكم شيء. هل هذا يليج في العقل؟ وحد من العرب يقول والله انا ربيتكم وتعبت عليكم والحين لازم تنازل لي عن البيت هذا لان منو حاضاكن منو كد عليكن منو رباكن حاط عمرك ان مسوي من نية. يا ولد الناس انت فاهم الموضوع غلط انك انت تربي خواتك او تدير بالك من اخواتك على اخواتك هذا شيء بديهي. هذا انت ما بمسوي يميل حينه انت ما بمسوي معروف هذا شيء روحه يستوي من الله سبحانه وتعالى. الكبير يداري الصغير واللي ما عندي يعطي اللي عنده الكبير يربي الصغير شيء بالفطرة هذا يجي بالتلقائية ما يجي بوصاية ولا يجي بأمر ولا يجي بشور هذا منك من شيء متعارف عليه ما بشيء جديد هذا توك تباد عنه. هذا واجب انك تربي خواتك واخوتك هذا واجب غصب عنك مش على هواك. ان كان الوالدين خلوا شيء او ما خلوا شيء هذا واجب ما بالك خلوا شيء وانت تصرف عليهم من مالهم وابوهم وتالي التلاية تقولهم والله انتم مالكم شيء او تنازلوا لي عن القسم الفلاني او عن حصتكم في الشيء الفلاني حق اني انا بدال تعبي وتضحيتي هذا حبيور هذا يور وبهتان وما انزل الله به من سلطان. والله ما تعاب الا صد قال لا هذا ابوي بدال تعبيه لازم تعطوني الشيء الفلان تنازلوني من هذا الشيء من حصتكن لجل اني انا ربيتكن وتعبت. منو قال لك ابوي انت ضرب بريك ابوي بالراض على عمرك يسد انك انت رب العالمين عاطنك حق الذكر مثل حق الانثيين عاطينك دبل وبعك طمعان في حق الانثى رب العالمين عاطنك حق الانثيين بعك طمعان في جسمها الفقيرة هذا هبل ليور وينك عن الله شو تبى الله يسوي بك شو تبى الله يسوي بك يعني انت الاموال هذه من توفى اللم او اللبو على طول من يسوي حصر الارث دقيقة ما يتأخر لازم كل ذي حق ياخذ حقه ما حد يتم الدايج ويقول انا الفورمن ولا انا ديتشو ديتش الحمام بتقبض عمرك تسوي عمرك ديتش الحمام تتقوى على خواتك كلهن ابوي كبار وعندهن الهس الذهب بحال انك انت ما بغيت الذهب تقدر تتنازل عن حقك بعد ما بدنك تعزر عليهن عطوني هذا الشيء. الرياييل اللي فيها خير يتفقون على كل ما هو يسعد الخوات يسعد الاخوان بالذات الانثى ما حد ياكل حقها رب العالمين عاطنك انت ضعفين ما عاطنها هي ضعفين عاطنك بعك تطمع في جسمها هي. يقول الله سبحانه وتعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى ما يوز ابدا انك انت تاخر توسيع التركه ما يوز ما عليه بتحطونهم في شركه بتحطونهم تسوون شيء يقطر على الاخوان والخوات كل شهر او كل سنه او اللي هو لكن انك انت تقبض حلالهم
على أساس أنك أنت تديره ويخطفن عشرات السنين، يحيى الحي ويموت، ويموت الحي ويحيى الميت، وأنت أبدا راقد على الحلال، متع عمرك متع عيالك، وهن يدورن البيزة من تحت الأرض. معقولة؟ كيف يعني أنت تشوف هالشيء حلال؟ كيف ترضى على عمرك؟ كيف ترضى على نفسك؟ كيف ترضى على حياتك؟ كيف تتوقع أن الله سبحانه وتعالى بيوفقك وأنت ماكل حلال أخواتك وخواتك؟ نعم، الاعتداء على حق الورثة هذا شيء ظلم، وسيصلون سعيرا، ويصلون سعيرا جهنم، جهنم بتاكلك يلي مديت على حلال اخوانك وخواتك، جهنم بتاكلك في الدنيا وفي الآخرة، بيظهر لك ابوي شرات القرون بين حياتك، بيظلم ويهك ويهك ويهك، بيغدي مظلم العياذ بالله، انك انت حارم اخواتك وخواتك من حلالهم. هذا حد من حدود الله سبحانه وتعالى، انت شي خصك فيهن؟ ان شاء الله يحرجن البيزات، ان شاء الله يعقنهم بحر، براي ما عطت ريلها، والله نحن حاتي عطيت البيزات بتعطيهن الريل، متخي شي خصك؟ كجا مرحبا، شي خصك فيها؟ ريلها بتبني ويا بيت، بتشتري له بيشتري لها، بتعطيه بيعطيها، ترى هي له وهو إلها، ما شيء مشكلة، هي راضية، أنت شي خصك؟ شيء شمع عن أنكم صارفين لك إن شاء الله تزخ بيزات وتعطيه هن اللي أنت ما يخصك، اللي عليك أنت الحين تشل الحلال هذا وتجزمه بما يرضي الله، ما بشيء عندك أنت وراقد عليه، ما عليه، ما ينكر حال. أنت تتروع على خواتك أن يطير البيزات أو أخواتك يضيعون البيزات، ما عليه، بتشاور وياهن في حال وافقا واقتنعا الاخوان ويا الخوات، تسوون مشروع، تاخذون عقار، تسوون شركه مساهمه، هذا كله ما شيء مشكله، لكن ما تديش عليهن، ما تحرمهن، ما تحرمهن حلال الله عاطنهن اياه، نصيبهن من الله سبحانه وتعالى، ما يستوي انك انت تحرمهن نصيبهن، هذا من الله، هب انت عاطنهن اياه، اعطاك الله وجمه. هذه نصيحة لكل من رب العالمين استأمنه على حلال اخوانه وخواته، ان يراقب الحي القيوم، يراقب الحي القيوم في بر والديه في اخوانه وخواته. انت عبارك انك حياس تعق امك وابوك حتى في بعد ما ماتتم، انك انت ما تعطيهم الليلهم، هذا كله عقوق من عقوق الوالدين، مفروض انك تبرهم. انت حين يوم تباري اخوتك عبارك انك تبر امك وابوك من بعد فراقهم، ما بالك شين وقوات عين ماكل حلالهن ومتلوت عليهن ومسوي اليورو المنكر في حياتك، حرام زقوم في بطنك كل ارض اخذت منهن، حرام زقوم، ما يسامحك لا الله ولا عباده في حق أكل حلال اليتيم، أربعانات شرخية حمراء جهنم تصلاك وبئس المصير، لين تقوم ناقة صالح، شي طهرك؟ لا بر لا بحر، لو تتصدق لو تتوب لو تطوف تجلس دبة حياتك تطوف على الكعبة، رب العالمين ما بيقبل توبك، ماكل حلال اليتيم، وين الله بيقبل توبك؟ أنت ما لك توبة، خذها مني ابدا في الدرك الاسفل، مالك توبه، مالك توبه، ولو واحد منهم ينط ويموت هاي اللي انت كلت حلاله، لو بتصير تصيح عند قبره دبت حياتك بدال دموع دم، والله يا ابوك مالك مغفره من الله سبحانه وتعالى. فلذلك ابوي اللي حيد عمره متليوت على حلال اخوته ولا خواته، على فكره انا ما رمستر امسها من فراغ، هذا كل ابوي انا مغاية في نفسي يعقوب، فلذلك أبوي كل أبوي عقله راضي، وكل أبوي عنده مخ، وكل عنده حواس، بيعرف شو يسوي شو ما يسوي، ما يحتاج حد يتوصى على حد.
ان شاء الله تزخ بيزاته وتعقهن بدرام الكتره، ان شاء الله تزخ بمجوهراتها وتعقهن بوي وين تعق، ما يخصك فيهم وانت ما يخصك في اخوات، خل اعطوهم بوي حلالهم وكل حر خلاص. يعني ابو ورث مقبوض من 30 و40 سنة هنان، هو هنان ولا اخبار ما اشتكت مخيله مقدره منك اخوها العود، انت عمره 80 وهي عمرها 60 متى تاخذ الورث؟ وصلت عماركم فوق 70 و60 و50 و40 متى بيقبضون ورث مساكين مسكينات؟ متى بيقبضون ورث؟ متى بيقبض؟ متى بيتمتعن؟ متى بيشوف ان هذا في الاخره؟ في الاخره ما يبنى، يبنى حين بدامن ابوي على في شدهن وعدهن، بيصير بيصوغن بياخذن حق حريم عيالهن، بياخذن حق عيالهن حق بناتهن على هواهن، بتليوتون على بتليوتين على حلال الخوات. لا والله الله لا سامحكم لا دنيا ولا اخره، يلي راقدين على حلال خواتكم ما اشتكن ما شاكن ما قالن حق زيد ما قالن حق عبيد، من الادب من محبتن الكم حاشمينكن حاشم البنات حاشمات الاخوان، ما يبن الفضيحه، ما يبن القال، ما يبن القيل، ما يبن الشيء، ما حد يكشف عن عمره، ما حد يبي يفضح اخوانه ويشتكي في المحاكم ولا عند زيد ولا عند عبيد والناس تدري، ما يبون. البيوت ابوي صناديق مغلقه، البيوت صناديق مغلقه، ما يبن صبرا هالدهر كله، خلاص خلاص وقف عب الصبر مل منهن، الصبر مل منهن، وانت كيف تستحل الشيء هذا عليك؟ لا والله الله لا سامح كل من يتلوت على حلال يتيم. تصبحون على خير، انا وصلت غريبة بنياسة حينة بس ونرمس ان شاء الله بكرة، بكرة شيء امور بعد. يلا يتني اقول لكم عدة رسائل من ضمنهن والله شيء من الرسائل مؤلمة، شيء طبيعي انا تشد، عشت وشفت في حياتي هاللي اختفت اشياء مماثلة. واحدة تقول عاشت امي وحيت وهي تتريى اخوانها يعطونها ورثة وماتت امايا ولين اليوم ما حصلت شيء لا هي ولا نحن من الورث. يعني معقول هذا يستوي؟ معقول؟ وتقول يعني شيء تول حياتي يدي مخلف، لكن ما بدينا حيل تليوتوا على حلالنا وحلالنا. يعني المهم وينك عن الله؟ وينك عن جبار السماوات والأرض؟ شو حياتك أنت؟ شو مصيرك في الدنيا أنت؟ شو بيقدي وضعك؟ الله شو بيسوي بك يا أبوك أنت يلي ماكل حلال هلك؟ يلا تصبحنا على خير.